دكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. مساء الخير يا دكتور. مساء الخيرات يا فندم، أهلا أهلا بيك يا وسهلا فندم. وبضيوفك الكرام. أهلا أهلا بيك يا أهلا. فندم. اتفضل اتفضل يا فندم، كان حضرتك عندك تعليق. يعني أنا تعليقي هنا على ما تفضل به الأستاذ الكبير ضياء رشوان في عرضه لمشروع اختيار فضيلة الإمام الأكبر وما نص عليه الدستور من استقلالية الأزهر الشريف، وأن يكون اختيار فضيلة الإمام من بين هيئة كبار العلماء. هذا أمر منصوص عليه دستورا. لا، احنا يعني هي اللي احنا بنتكلم عليه يا فندم هو مجلس مكافحة الإرهاب. هل يمكن لهذا المجلس أن ينظر في مناهج الأزهر؟ إذا كان الأزهر يعني كانت هناك مطالبات كثيرة بتنقية هذه المناهج من كتب التراث المضللة والحاجات لو سمحتي لو سمحتي، اتفضل. أنت إعلامية ولا تحكمي بالتضليل أو لا عدم بسأل، التضليل على ما لا معرفة لك به. ده حقيقي أنا معرفوش، بس الحقيقة الكلام اللي اسمعي بس، بقراه بالنسبة لي مزعج جدا. اسمعيني للآخر. اتفضل يا فندم. مناهج الأزهر يعنى بها الخبراء، وقد سبق منذ 2013 وإلى يومنا هذا 100 خبير عالمي من خبراء التربية. يعني حضرتك بتقولي إن كل مناهج الأزهر وأسات لو تكرمت أكمل، لا تقاطعيني ولا تصادري على كمل، بس حضرتك تتكلم الفضيلة. معايا بلهجة جيدة يا دكتور لو سمحت. حضرتك داخل لو ضيف هنا، سمحتي انت لو حضرتك سمحتي طلبت المداخلة، فلما حضرتك تتكلم معايا اتفضل اتكلم. مناهج الأزهر سيدتي أنقى وأصفى فعلا من أي مناهج. آه. ولو أن هؤلاء المتطرفين أصلا يا سيدتي يؤمنون بمناهج الأزهر ويحصنون بها ما وقعوا في مثل هذا البلاء الذي يستهدف أمن مصر، هؤلاء ينظرون إلى الأزهر ويكفرونه ويسبون عقيدته لأنهم يتلقوا معارفهم من جهات لا نعرفها. من شيوخهم؟ ما الجامعات التي تخرجوا منها؟ ومع هذا للأسف مكن لهم وأصبحت لهم قنوات تبث سمومها في البيوت. طيب، فهذه جماعات متطرفة لا تمت إلى الأزهر بصلة، إنما مناهج الأزهر هي التي تربى عليها الشعب المصري منذ 1060 عام. خرجت الوطنيين الذين حرروا البلاد من الاستعمار، خرجت عمر مكرم، السيد محمد كريم، أحمد عرابي، سعد زغلول، رفاعة الطهطاوي، الحمام محمد عبده، خرجت الشيخ الطيب الرجل المستنير العالم الفاضل. طيب يعني هذا في قولك آخر الزمن من أجل أن تشكك في الأزهر ومناهج الأزهر، هذا لا يجوز. دكتور معلش أما معلش دعوت معلش دعوت معلش يا دكتور، أصل يعني الجمهورية كل شيء قابل للنقاش، إحنا بنتكلم إحنا بنناقش كل شيء. لا معلش يا دكتور، أنا ما بتكلمش هنا على أنا ما بتكلمش عن قرآن، أنا بتكلم على مناهج قابلة للنقاش، فيها ما يؤخذ منها وما يرد، دي أول حاجة. تاني حاجة يا دكتور، بعد إذن حضرتك، إذا كانت مطالبات الرئيس وقد طالب الإمام الأكبر في اجتماع شهير وقال لأئمة الأزهر أحاججكم أمام الله وعايزين نطالب بتجديد الخطاب الديني ولم يحدث أي شيء، قل لي حضرتك ما هي الأشياء التي لأنه لم يحدث يا أستاذة. طيب إيه اللي حصل؟ أنا هغير علماء الأزهر علماء الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يضعون أيديهم في يد فخامة رئيس الجمهورية. وعملوا إيه؟ وفي يد كل مفكر ومثقف عنده من الآليات التي نرحب بها ومرحبا به للنظر والنقد البناء، لكن كلام عشوائي وغوغائي. لا ثواني لو سمحت حضرتك، انا بسأل حضرتك، ارجع لسؤال محدد. فخامة رئيس الجمهورية. اسأل سؤال محدد، ماذا حدث؟ يعني ما هي ادواتكم لتجديد الخطاب الديني؟ عملتوا ايه؟ ادواتنا ما اكثرها، وهي وما قامت به مؤسسة الازهر من جهود جبارة، فخامة رئيس الجمهورية يشيد بها. اللي هي ايه يا فندم؟ اللي هي ايه؟ أما إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، هذا أمر نرحب به وسيمثل الأزهر فيه وغير الأزهر. طب سؤالي بس، لا حضرتك برضو دكتور، إنشائه لهذا دكتور المجلس الأعلى يريد كما يقول البعض ويزعم البعض أنه يريد به هدم الأزهر، من قال هذا؟
انا ما حدش جاب سيره هدم الازهر الحقيقه. لا غيرك قال ذلك، غيرك قال ذلك. طب انا مش مسؤوله عن كلام غير يا دكتور لو سمحت. انا تاني انا برجع تاني مع احترامي لكل المؤسسات بما فيها الازهر، بسال حضرتك تاني يا دكتور، ما هي الخطوات التي قام بها الازهر لتجديد الخطاب الديني الذي طالب به الرئيس وطالبنا به جميعا؟ تفضلي. اقول لك يا سيدتي الفاضله، تفضلي يا فندم. ان اردت ان اعدد لك الجهود التي قام بها الازهر يطول بها المقام فلا تكفيني ليلى، خذي اولا. حضرتك تقول لنا ثلاث اربع حاجات كده كعناوين. سيدتي الفاضله تفضلي يا فندم. خذي اولا، نظر الازهر في المناهج ما قبل الجامعي منذ 2013 الى 2017، وكانت هناك كتب يقراها فضيله الامام بنفسه. نظر الازهر في مناهج الجامعه وشكلت لجنه عليا للنظر في مفردات كل كليه. نظر الازهر في اعاده الحوار ولجان الحوار مع الفاتيكان وغيرها من الكنائس الشرقيه والغربيه، ما يقوم به فضيله الامام من جولات لا حصر لها كي يوضح للعالم الصوره الصحيحه للاسلام في الشرق والغرب، وقد اشاد بها الغرب قبل الشرق. قوافل السلام التي تنتشر في ربوع العالم في مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه فضيله الامام، معاليك المرصد العالمي للغات الذي انشاه الازهر لتتبع الافكار المغلوطه المتطرفه للجماعات في شتى بقاع العالم بعشر لغات. طيب سؤالي بقى، هل انت مجلس الشيوخ الفرنسي، هل حضرتك راضي عن النتيجه؟ طبعا النتيجه جيده، لكن لا يلزم سيدتي ان كل ما يقع حدث من مجرم يتهم الازهر بالتقصير، هذا غير مبرر ولا يجوز ولا نقبله. الازهر هو المؤسسه المنوط بها الحفاظ على التعليم الديني الوسطي في مصر. الازهر هو المؤسسه، واحنا بنلجا لمين؟ طب نلجا لمين يا فندم؟ هو يا استاذ وهو كذلك وسيظل ويمد يده، ومرحبا بمن يريد ان يعمل معنا، وكل دعوه توجه اليه يبذل المزيد من الجهد ولا يعبأ ولا يتعب ولا يكل ولا يمل. طيب انا عموما بشكرك على هذه المداخله اللي حضرتك طلبتها، احترامي للازهر، لكن ممكن اختلف، يعني ممكن اختلف مع بعض ما حضرتك قلته. ومره اخرى نحن احنا لو قفلنا السكه وخفنا ان احنا نتناقش، لانه بكره الاقي قضيه فيها ازدراء اديان او قضيه فيها مهاجمه الازهر، لو ابتدينا نخاف يبقى اذا المجلس القومي لمكافحه الارهاب ده مش هيشتغل. فنرجو ان يكون في سعه صدر بينا ان احنا نقدر نسمع بعض ونتكلم، وهنعمل حلقه عن مناهج الازهر نسمع فيها يا مناهج الازهر دي كلها مناهج جيده ولا تم تعديلها ولا لسه فيها فاضل امور اخرى يجب تعديلها. هذا النقاش هو نقاش منفتح بين ناس متعلمه، مش لازم نخاف. والحقيقه ان انا يعني اللي بيقلقني هو ان احنا على طول في حاله هجوم وتربص لبعضنا البعض. إذا كنا نريد مناقشة عاقلة، وإذا كنا نريد لهذا المجتمع أن يتقدم للأمام، إذا النقاش يجب أن يكون منطقي وهادئ، لا بنهاجم الأزهر ولا بنطبطب، إحنا بنحاول يعني نستكشف أين مواضع الخلل. طيب.